الدم بيدخل ويخرج من القلب عن طريق الأوعية الدموية الكبرى اللي هي جريد فيسلز، زي الأورطة والبلمونري أرتريز والبلمونري فينز والسوبيريور فينا كيفا والإنفيريور فينا كيفا. فيديو النهاردة هو عبارة عن شوية دردشة عن الجريد فيسلز. فعندنا مثلا الأورطة، هو أكبر شريان في جسم الإنسان، وهو الشريان اللي بيوصل الدم من القلب لجميع أنسجة الجسم. الأورطة بيتقسم لثلاث أجزاء: Ascending Aorta وAortic Arch وDescending Aorta. الAscending Aorta متصل مباشرة بالLeft Ventricle اللي هو البطين الأيسر، واللي بيفصلهم عن بعض صمام الأورطة Aortic Valve. ومع بداية الأسندنج أورطة بيبقى فيه ثلاث بروزات أو امتدادات بيطلق عليهم اسم أورتيك ساينسز، وبيبقوا متوافقين تماما مع الثلاث شرفات الخاصين بالصمام الأورطة اللي هو 3 كاسبس of the aortic valves. الأورتيك ساينسز هما الرايت أورتيك ساينس، وده بيخرج منه الرايت كورونري أرتري الشريان التاجي الأيمن، والليفت أورتيك ساينس، وده بيخرج منه الليفت كورونري أرتري الشريان التاجي الأيسر، وآخر ساينس هو البوستيريور أورتيك ساينس، وده ما بيخرجش منه أي شرايين علشان كده بيعتبر نان كورونري. بعد كده الأسندنج أورطة بيتجه لأعلى وبينحني للخلف علشان يكون الأورتيك أرش. الأورتيك أرش بيبقى فوق الشريان الرئوي الأيمن اللي هو الرايت بالمونري أرتري، وأعلى نقطة في الأورتيك أرش بتكون بالتحديد عند مستوى الفقرة الظهرية الثالثة اللي هي T3. الأورتيك أرش بيتفرع منه ثلاث تفرعات، تعال نعرفهم كده بالترتيب من اليمين للشمال. أول فرع وأكبرهم هو البراكيوسيفاليك ترانك أو الإنومينيت ترانك، واللي بيتفرع منه فرعين بعد كده هما الرايت كومون كاروتيد ارتري والرايت سبكليفيان ارتري. وتاني فرع في الاورتيك ارش هو الليفت كومون كاروتيد ارتري، واخر فرع هو الليفت سبكليفيان ارتري. بعد كده بيكمل الاورتيك ارش لتحت علشان يظهر لنا الجزء الثالث والاخير من اجزاء الشريان الاورطة، وهو الديسندنج اورطة اللي بيبدأ مع الفقرة الظهرية الخامسة T5، وهو أطول جزء في الأجزاء الثلاثة. الديسندنج أورطة بيمر من خلال الحجاب الحاجز لمنطقة البطن من خلال ثقب موجود في الحجاب الحاجز اسمه أورتيك هياتس، واللي بيعتبر أنه بيقسم الديسندنج أورطة لجزئين: جزء موجود في تجويف الصدر اسمه ثوراسيك أورطة، وجزء موجود في تجويف البطن اسمه أبدومينال أورطة. حلقة الوصل بين القلب والرئتين هي الشرايين والأوردة الرئوية pulmonary arteries and pulmonary veins، واللي بيطلق عليها اسم الدورة الدموية الصغرى أو الدورة الرئوية pulmonary circulation. pulmonary arteries بتنقل الدم الغير مؤكسج اللي هو deoxygenated blood من القلب للرئة، والpulmonary veins بتنقل الدم المؤكسج اللي هو Oxygenated Blood من الرئة للقلب. علشان كده بتكون الشرايين الرئوية باللون الأزرق بسبب احتوائها على دم غير مؤكسج، وهي الشرايين الوحيدة في جسم الإنسان اللي بيكون لونها أزرق. والأوردة الرئوية بتكون باللون الأحمر بسبب احتوائها على دم مؤكسج، وبرضه هي الأوردة الوحيدة في جسم الإنسان اللي بتكون باللون الأحمر. بتبدأ الدورة الرئوية بعد ما يتجمع الدم من خلايا الجسم كله ويمر خلال الانفيريور فينا كيفا والسوبيريور فينا كيفا للأذين الأيمن اللي هو رايت أتريوم، فيدفعه للبطين الأيمن اللي هو رايت فينتريكل. بعد كده البطين الأيمن بيضخ الدم للشرايين الرئوية، واللي بتبدأ بالجذع الرئوي بالموناري ترانك اللي هو الشريان الرئوي الرئيسي
main pulmonary artery. الصمام الرئوي اللي هو pulmonary semilunar valve بيبقى موجود بين الرايت فنتريكل والبالمونري ترانك علشان يحافظ على مسار الدم ويمنع رجوعه تاني للرايت فنتريكل. البالمونري ترانك بعد خروجه من الرايت فنتريكل بيمر من قدام الاسندنج اورتا اللي هو الاورتا الصاعد متجها لاعلى، بعد كده بيرجع للخلف ويبدا يتفرع عند نقطه الاسترنال انجل بالتحديد قصاد الفقره الظهريه الرابعه T4، فيتفرع للفرعين الايمن والايسر right pulmonary artery و left pulmonary artery. وقبل تفرع البالمونري ترانك بيتصل بالاورتيك ارش برباط ليفي اسمه ليجامنتم ارتريوزم. الشريان الرئوي الايمن بيمر بشكل جانبي من خلف الاسندنج اورتا والسوبيريور فينا كيفا، وبيمر من قدام الرايت مين برونكاس والاسوفاجس. يعني نقدر نقول ان الشريان الرئوي الايمن موجود قدامه الوريد الاجوف العلوي والاورطة الصاعد، وموجود خلفه المريء والقصبة الهوائية الرئيسية اليمنى. فيدخل الشريان الرئوي الايمن للرئة اليمنى من خلال سرة الرئة اليمنى اللي هي the hilum of the right lung، وبيتفرع بعد كده الفرعين، فرع علوي اسمه right ascending pulmonary artery بيدخل الفص العلوي للرئة اليمنى اللي هي upper lobe of the right lung، وفرع تاني سفلي اسمه right descending pulmonary artery بيدخل الفصين المتوسط والسفلي للرئة اليمنى اللي هم middle and inferior lobes of the right lung. نيجي بعد كده للشريان الرئوي الأيسر اللي هو left pulmonary artery، وهو أقصر طولا وأصغر حجما من الشريان الرئوي الأيمن. بعد ما يتفرع الشريان الرئوي الأيسر من الجذع الرئوي بيمر بشكل أفقي من فوق القصبة الهوائية اليسرى متجها للرئة اليسرى، فيدخل سرة الرئة اللي هي the hilum of the left lung من فوق القصبة الهوائية، ويبدأ في التفرع لفرعين، فرع علوي اسمه left ascending pulmonary artery بيدخل الفص العلوي للرئة اليسرى، وفرع تاني سفلي اسمه left descending pulmonary artery بيدخل الفص السفلي للرئة اليسرى. وفي كل رئة بتتفرع الشرايين من interlobar arteries للوبر arteries وsegmental arteries، وهكذا مستمرة في تفرعها من الarteries للarteries لحد ما توصل في تفرعاتها لأصغر انقسامات في شجرة القصبة الهوائية وهي الالفيولاي، واللي بيحصل فيها عملية تبادل الغازات، واللي بينتهي تفرع الشرايين الرئوية عندها في صورة شعيرات دموية صغرى اللي هي الكابيلاريز. الدم الغير مؤكسج بعد ما يدفعه القلب للرئة علشان يحصل له عملية تبادل الغازات والعناصر داخل الألفيولاي، بيرجع بعد كده دم مؤكسج للقلب عن طريق الأوردة الرئوية بالموناري فينز، واللي بتبدأ في صورة شعيرات دموية صغيرة بتحيط بالألفيولاي، وتتجمع الشعيرات الدموية مع بعضها فتكون فينيولز، وتتحد بعد كده الفينيولز مع بعضها علشان تكون فينز، وهكذا لحد ما يتكون لنا البالموناري فينز، بحيث يخرج فرعين بس من كل رئة متجهين للأذين الأيسر اللي هو الليفت أتريم. أول فرع معانا هو الوريد الرئوي العلوي الأيمن right superior pulmonary vein، وده بينقل الدم من الفص العلوي والمتوسط للرئة اليمنى upper and middle lobes of the right lung. والفرع الثاني هو الوريد الرئوي السفلي الأيمن right inferior pulmonary vein، وده بينقل الدم من الفص السفلي للرئة اليمنى lower lobe of the right lung. والاثنين بيمروا من الرئة اليمنى للأذين الأيسر من قدام وتحت الشريان الرئوي الأيمن وخلف الوريد الأجوف العلوي، يعني موجود فوقهم ووراهم الرايت بالموناري آرتري، وموجود قدامهم السوبيريور فينا كيفا.
وفي الرئة اليسرى بيطلع منها وريد من كل فص، وريد رئوي علوي أيسر left superior pulmonary vein بينقل الدم من الفص العلوي للرئة اليسرى upper lobe of the left lung، ووريد رئوي سفلي أيسر left inferior pulmonary vein بينقل الدم من الفص السفلي للرئة اليسرى lower lobe of the left lung. واللي بيميز مكان الأوردة الرئوية عن الشرايين الرئوية عند نقطة دخولهم الرئة اللي هي الهايلم اوف ذا لانج هو وجود الأوردة الرئوية قدام وتحت الشرايين الرئوية. أوردة الجسم الرئيسية هما الوريد الأجوف العلوي superior vena cava والوريد الأجوف السفلي inferior vena cava. الوريد الأجوف العلوي اللي هو superior vena cava بينقل الدم من الرأس والرقبة والطرف العلوي والصدر، يعني باختصار النص العلوي للجسم، وبتكون السوبيريور فينا كيفا نتيجة اتحاد وردين كبار هما الرايت براكيوسيفاليك أو الإنومونيت فين والليفت براكيوسيفاليك أو الإنومونيت فين، ومكان نقطة اتحادهم وتكوينهم للوريد الأجوف العلوي خلف أول ضلع أيمن، وبينقل البراكيوسيفاليك فين الدم من الجانب الخاص بيه بحيث كل واحد بيبقى متشابه مع التاني في نفس تفرعاته، وأكبر هذه التفرعات وأشهرهم هما الانترنال جاجولار فين والإكسترنال جاجولار فين والسبكليفيان فين. الانترنال والإكسترنال جاجولار فينز بينقلوا الدم من الرأس والرقبة، والسبكليفيان فين بينقل الدم من الطرف العلوي، وبيبقى امتداد لوريد تاني اسمه أكزيلاري فين في منطقة الكتف، واللي بيكون امتداد لوريد أصغر منه اسمه باسيليك فين في منطقة العضد. ولكل وريد من دول تفرعات هنعرفه بالتفصيل في أجزاهم الخاصة بيهم. بعد كده هنتكلم بشكل عام عن الوريد الأجوف السفلي اللي هو inferior vena cava، وده بينقل الدم من النص السفلي للجسم، والإنفيريور فينا كيفا بيتكون من اتحاد وريدين كبار في منطقة الحوض وهما الرايت والليفت كومون إلياك فينز عند الفقرة القطنية الخامسة L5، واللي بينقلوا الدم من منطقة الحوض والطرف السفلي، واللي بيتفرع منهم الانترنال إلياك فين والإكسترنال إلياك فين، ويمتد الإكسترنال إلياك فين لأسفل عشان يكون الفيومورال فين، وهكذا لآخر الطرف السفلي. بيمر الانفيريور فينا كيفا بعد كده في منطقة البطن على يمين الابدومينال اورتا، ومن اشهر تفرعاته في منطقة البطن هو الرايت والليفت رينال فينز والثري هيباتيك فينز اللي هما اوردة الكبد، وبيمر الانفيريور فينا كيفا من البطن للصدر خلال فتحة في الحجاب الحاجز اسمها كافال هياتس اوف ذا دايفرام لحد ما يوصل للجزء السفلي من الاذين الايمن.